حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبي وحدثني يحيى بن معيء قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح فجلست له بالطريق وكان إذا أتى حاجته أبعده.